يني. نعم معانا سميرة من كوستي. مرحبا بك سميرة. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا عليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا كيف حالك؟ عليكم السلام الله يبارك فيك. والله مولانا طبعا كنت بعد صلاتي كلها لو كانت كلها في مواعيد. كويس. اي هاتي في كده قطيع يعني صلاتي ما لي زماني والله. وفسر لي يعني الغسل كيف. نعم. ايوه تزعل من الصلاه ان بتقطعها قالت اي ولا كيف اضيع كيف يعني تقطعها كيف يعني مرات تتركيها خالص ولا تاخرها خالص والله يمكن سنه ما اصلي لا اله الا الله محمد رسول الله هذا كلام غلط لكن يعني انت لو مت في السنه اللي بتترك فيها الصلاه دي ما معناته روحت لنار جهنم كلام ده غلط يعني انت عندك شيطان قوي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتدي تصلي وكل ما تصلي ارفع يديك تضرع الى الله تعالى وقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل ما تصلي تسال ربنا المعونه ربنا بيعينك وتصلي ما تخلي الصلاه وتذكري عشان يدفعك للمحافظه على الصلاه تذكري الايه قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل وادي في جهنم وادي قيح ودم في جهنم يسكنون الناس اللي بيأخروا الصلاة عن وقتها.